النهارده هي ذكرى وفاة واحد من أروع أدباء العالم، نجيب محفوظ. نجيب محفوظ في رأيي دايما هو أهم وأكبر وأعمق من جايزة نوبل. فعارف انت بيقول لك ايه؟ اديب الاديب الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل. نجيب محفوظ في رأيي أهم من نوبل. مثلا الدكتور احمد زويل الحائز على جائزه نوبل. بالمناسبه دكتور زويل اهم من نوبل، يعني عشان بس نبقى متفقين، يعني اهم من الجائزه. الانتاج الفكري والعقلي اكبر بكثير من الجائزه. الجائزه مهمه، ماشي، حلو، جميل، بتبقى تقدير، بيبقى احساس كده بانك انت تكلل مشوارك او انجازك بشيء عظيم. نجيب محفوظ مهم لانه نجيب محفوظ مش أديب عادي. خلي بالك، الأديب غير العادي هو الأديب الذي يحمل فلسفة. أديب نجيب محفوظ طبعا ما حفظ اللقب، نجيب محفوظ أصلا خريج فلسفة، ودراسته وتركيبته انعكست بطبيعة الحال في أدبه. ويمكن من أكتر الحاجات اللي أنا أحب أقعد أقراها لمحفوظ أقرأ همس الجنون مثلا، اللص والكلاب، زقاق المدق، يا نهار ابيض، ايه ده. نهينا بس عن الفيلم، يعني الفيلم وشادية ويوسف شعبان الله يرحم الجميع يا رب، وصلاح ابي، لا 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 لا، حسين رياض، يا جماعه فيلم اصلا مذهل. لكن فلسفة نجيب محفوظ في زقاق المدق وتداعيات اللي كانت بتجرى جوه المجتمع المصري في وقت الحرب العالمية الثانية حاجة مذهلة. معانا على التليفون أقدر مني على تحليل نجيب محفوظ وشرح قيمة نجيب محفوظ الكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله. صحيح. هل أصاب المذيع في شيء ولو يسير؟ لا، أصبت في الكثير في الحقيقة. ربنا يخليك يا رب. الحقيقة أن يعني في ذكرى نجيب محفوظ اليوم بيمر 17 سنة على وفاة واحد من سادات السرد في العالم، يعني كما أشرت بالضبط. ونجيب محفوظ لم يحصل على نوبل، ولكن نوبل هي التي حصلت على نجيب محفوظ في الحقيقة. يعني نجيب محفوظ منح نوبل يعني تقديرا ضافيا، فضلا طبعا عن كونها أرفع الجوائز الأدبية. لكن في الحقيقة أن نجيب محفوظ حصوله على نوبل في العام 88 كان يعني شرفا كبيرا للجائزة نفسها. نجيب محفوظ ليس مجرد كاتب مهم في مسيرة الرواية المصرية والعربية ولا في مسيرة الرواية العالمية فقط، ولكنه في الحقيقة أحد الكتاب الاستثنائيين الذين يوضعون في مصاف الكتاب البارزين على مستوى خريطة السرد العالمي. نجيب محفوظ يمثل باختصار شديد جملة من القيم والمعاني التي تعزز لمجموعة من المقولات المهمة التي تتعلق بانتصار الدأب، بانتصار الموهبة الفذة والاستثنائية، بانتصار ما يسمى اللعب على الوتر الإنساني العام. هذا الوتر الإنساني الذي يجعل مثلا مخرجا مكسيكيا يتعامل مع رواية زقاق المدق من منظور فني معتمدا على هذه الرواية الفاتنة في مسيرة الرواية المصرية. نجيب محفوظ الذي يمثل حالة من حالات التجدد المستمر، هذا التجدد الذي تجلى في هذه الانتقالات النوعية التي صنعها نجيب محفوظ بجدارة بكتابته أنماط وصيغ مختلفة وتصورات جمالية متعددة بالنسبة للرواية، إلى الحد الذي يجعلك حين تريد أن تقرأ التحولات الفنية والجمالية التي مرت بها الرواية العربية في فتراتها وحقبها المختلفة يمكنك أن تنظر إلى مجمل النتاج الإبداعي لنجيب محفوظ. نجيب محفوظ الذي بدأ بكتابة ما يسمى بالرواية التاريخية الرومانسية
في رواياته الثلاث عبث الأقدار ورادوبيس وكفاح طيبة. هذه الروايات التي استدعت فترة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية، وهي الحقب المنتمية إلى التاريخ المصري القديم، بين قوسين التاريخ الفرعوني، هذه الحضارة العظيمة والخالدة والتي كان نجيب محفوظ بالمناسبة مدركا أهميتها في تعزيز ما يسمى بمفهوم الهوية المصرية. صحيح. وسؤال الهوية بالمناسبة لدى نجيب محفوظ هو أحد الأسئلة الفكرية والجمالية في رواياته المختلفة. ثم انتقل نجيب محفوظ بعد هذه المرحلة، سنجد أن هناك تحولات عديدة غزت أدبه، مثل مثلا صنعه ما يسمى بالرواية الواقعية الاجتماعية، والتي تجلت مثلا في أعمال مثل خان الخليلي وزوايا المداء. وبالمناسبة زوايا المداء وخان الخليلي وهما روايتان مهمتان ترصدان حدثا عالميا كونيا بين قوسين، والحرب العالمية الثانية، وأثر هذا الحدث العالمي على نفوس المصريين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب. من خلال الزقاء، هذا المكان الضاغط على أفراده المسكون بالسخرية والعبث والفقر ومسكون من قبل ومن بعد بهذه الروح المصرية الوثابة والمتجددة، مسكون بحميدة وعباس الحلو وحسين كرشة والمعلم كرشة، المقهى، فكرة الحارة، وهذه تيمات مركزية في أعمال نجيب محفوظ، رأيناها في خان الخليلي ورأيناها في زقاق المداء كما أشرت. وهذه التيمات بالمناسبة كانت تعزز من فكرة أساسية في إبداع نجيب محفوظ تتعلق ب ما يسمى سرد البيئة المحلية، وهذا هذه المعاينة وهذا الرصد وهذا التمثل لهذه البيئات المحلية وتأمل هذه البيئات منطلقا منها من هذا الواقع المحلي أو شديد المحلية إلى آفاق إنسانية رحبة. ولذلك تلقي نجيب محفوظ في الثقافات المختلفة، يعني كل الثقافات واللغات التي ترجمت أعمال نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ لديه مقروئية عالمية بالمناسبة طبعاً. نجيب هذه الثقافات وهذه اللغات المختلفة التي ترجم لها إبداع نجيب محفوظ وجد رواضا في اللغات والبلدان والثقافات التي ترجم لها. وأنا أشرت حتى يعني حتى لو وقفنا قليلا لو تأملنا قليلا فكرة أن هناك عملا مكسيكيا عن زقاق المداء. أيوة. يعني هذه فكرة يعني لو تأملناها يمكن أن نقول الكثير. وسنجد أيضا مثلا مرحلة ثالثة تتصل بما يسمى بهذه الروايات التي اتخذت منحا واقعيا سياسيا من قبيل ميرامار وثرثرة فوق النيل، وهما روايتان مهمتان جدا على مستويات متعددة. من أهم هذه المستويات أن مثلا رواية ميرامار اعتمدت على ما يسمى بتكنيك الرواة المتعددين، هناك أكثر من راوي داخل النص يحكي الحكاية من منظوره الخاص. وميرامار وثرثرة فوق النيل روايتان اعتمدتا أيضا على ما يسمى بمفهوم الاستشراف، هذه الرؤية الاستشرافية التي استشرفت الواقع المصري في لحظة مفصلية من لحظاته المعاصرة. هناك أيضا ما يسمى بالمرحلة الرمزية التي رأيناها مثلا في رواية أولاد حارتنا، هناك مثلا رواية الواقعية السحرية بين قوسين، والتي رأيناها مثلا في عمل مثل ليالي ألف ليلة. هناك أيضا هذه الكتابة المسكونة بالحكمة وبنفس صوفي، كما سنرى مثلا في نصوص مختلفة ومتعددة، أو حتى فكرة الأحلام التي رأيناها مثلا في أحلام فترة النقاهة. فكتابة نجيب محفوظ مرت بأطوار مختلفة جميعها تعزز أننا أمام كاتب هو ابن لهذا التجدد المستمر،
وهذا التجدد المستمر هو احد الاسباب المركزيه بالمناسبه في ليس فقط في حصول نجيب محفوظ على نوبل، ولكن في بقاء نجيب محفوظ في الذاكره الادبيه بوصفه واحدا من متون الكتابه ليس في مصر فقط كما اشرت، ولكن في العالم كله. ده صحيح 100% مما لا شك فيه، يعني اللي حضرتك ذكرته ده حتى لا استطيع ان ازيد عليه. اولا خليني اشكرك الكاتب والناقد الدكتور يسري عبد الله استاذ الادب والنقد الحديث بجامعه حلوان.